للحديث أكثر عن تلكؤ المشاريع في العراق وشارع 17 في الرمادي أنموذجا، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حامد الفداوي. أستاذ حامد مرحبا بكم. يعني كما تعرف تلكؤ المشاريع أصبحت ظاهرة في العراق، ويعد شارع 17 في مدينة الرمادي هو شاهد على هذه الظاهرة. برأيكم لماذا يتم تأخير مشروع مهم للأهالي كشارع 17 في مدينة الرمادي؟ ما السبب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر حضراتكم ونشكر قناتكم الكريمه اللي اتاحت الفرصه للتكلم بهذا الموضوع. اهلا بك سيدي. طبعا شارع 17 مثل ما تعلمون انه من اهم الشوارع والشوارع الرئيسيه في مدينه الرمادي، حيث يربط هذا الشارع الجهه الشماليه والجهه الجنوبيه بمركز مدينه الرمادي. نعم. هذا الشارع يبلغ طوله تقريبا 2 كيلومتر. منذ سنتين تقريبا وزارة البلديات أحالت هذا الشارع لأحد الشركات. نعم. أحد الشركات هاي من الشركات اللي عليها عدة علامات استفهام. نعم. يعني باعتراف الحكومة المحلية في مدينة الرمادي، هذه الشركة عليها عدة علامات استفهام لسبب تلكؤها وعدم جودتها في العمل. لكن نعم. حالة مثل هذا مشروع، ومشروع يعني استراتيجي لمركز مدينة الرمادي، هاي الشركة يعني الأمر غامض. يا أما أنه الشركة تابعة لأحد الجهات السياسية، وأما يعني الشركة تدفع لأجل الحصول على هذا المشروع. المشروع نفس ما قلت مشروع استراتيجي في الوقت الذي نثمن فيه الحركة العمرانية الكبيرة في مدينة الرمادي، لكن شارع 17 أصبح الشارع الذي يلكي هذه الفرحة، فرحة مدينة الرمادي وأبناء مدينة الرمادي والحركة العمرانية اللي تشهدها مدينة الرمادي. نعم. توقفت بسبب هذا الشارع. الشارع مثل ما تعلمون ومثل ما جنابك التقرير قبل شوية عرفته، يعني تاشون عليه آلاف العوائل. يعني هذا الشارع كله عبارة عن محلات تجارية منذ سنتين يدفعون ايجارات بدون ما يفتحون محلاتهم. طيب استاذ حامد تعتقد ان تردي الخدمات وتعطل المشاريع خاصه في محافظه الانبار، تعتقد انه يعود لقله الامكانيات كما تدعي المحافظه؟ الامكانيات متوفره. لولا ما موجوده الامكانيات شلون هاي الحركه العمرانيه الموجوده؟ الامكانيات متوفره، لكن شنو السبب؟ السبب المشاريع اللي تجي من الحكومه المركزيه، هاي مشاريع الحكومه المحليه غير يعني غير مخوله بالتدخل في عملها. هاي المشاريع تجي من خارج المحافظه، يعني مثل ما تعلم انت المشاريع اللي تجي عن طريق الوزارات، المحافظه غير يعني معنيه في التدخل في عملها، مجرد جهه رقابيه محدوده على عملها. تلكؤ المشاريع استاذ حامد، لا سيما تلك التي تمس المواطن يوميا، هل تؤثر على حياتكم انتم هناك في محافظه الانبار او في اي مكان طبعا من العراق؟ والله هي اي تلكؤ باي عمل، ان كان شارع او ان كان اي مشروع استراتيجي او اي مشروع بسيط، اكيد ياثر، ان كان على المواطن اللي ساكن بمنزله، ان كان عن طريق المحلات التجاري. يعني انا مثل ما قلت لك هذا الشارع يربط مدينه الرمادي باطرافها الشماليه الجنوبيه والشرقيه والغربيه بمركز المدينه. يعني هذا الشارع حاليا الزخم اللي موجود على الشارع العام، الشارع الرئيسي، لا يطاق بسبب هذا الشارع. يعني منذ سنتين يعني هسه اذا تدخل بهذا الشارع عباره عن كومه نفايات، يعني المحلات كلها معزه، اكيد ياثر عليهم وعلى رزق عوائلهم. نعم. وهم اغلبيتهم يعني من اصحاب الدخل المحدود، منذ سنتين يدفعون ايجارات من جيوبهم، شنو سببهم وشنو اللي محصلينه من هذا الموضوع؟ فاكيد هناك تذمر وهناك يعني عدم رضا على هذه المشاريع. عبر الهاتف الناشط المدني حامد الفهداوي، شكرا جزيلا لكم.